حرتبر أو أنجلينا جولي الإيرانية مثل ما هي معروفة اشتهرت قبل سنوات، واليوم رجعت قصتها كمان للواجهة. التطور الجديد في قصتها هو أنه حكم عليها بالسجن 10 سنوات قابلة للاستئناف بتهم متعلقة بالتحريض على العنف وتهم ثانية مرتبطة بالفساد. سحر اللي اعترضت على التهم الموجهة لها بدأت قصتها قبل 3 سنين تحديدا، وقت ما انتشرت لها هذه الصور من حسابها على إنستغرام، وقيل وقتها أنها خضعت ل50 عملية تجميل، وأنها خضعت كمان لنظام غذائي قاسي لدرجة أنها صارت نسخة زومبي من الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، حتى أنه كمان البعض شبهها بالشخصية الكرتونية الشهيرة العروس الميتة. المتابع لقصة سحر بيعرف أنه هي ما خضعت لا لعملية تجميل ولا شيء، فحسب اعترافاتها اللاحقة لعدة مواقع فالصور الدرامية كانت نتيجة تلاعب بالصور عبر المكياج والفوتوشوب، لكن هذا كله ما شفع للشابة عند السلطات الإيرانية اللي اعتقلتها في أكتوبر 2019 لتحكم عليها الآن بالسجن 10 سنوات. وبالمناسبة في دعم واضح لقضية سحر على تويتر، فمثلاً الصحفية الإيرانية مسيحة آلنجاد كشفت عبر تغريدة إنها ناشدت أنجلينا جولي علشان تتدخل في القضية. Her mother cries every day to free her innocent daughter from prison, but she is helpless because we cannot help them. Now we need you, Anjelina Jolie. You were an amazing ambassador. Now you can give a voice to Sahar Tabar, who's only 19 years old. I'm keep like repeating this because right now I was trying to be the voice of innocent people. I couldn't help her, so I decided to make this video. Maybe somebody just, you know, ask Anjelina Jolie to help us. الجدير ذكروا أنه بداية السنة وتحديدا في إبريل ومع انتشار كورونا طلعت أخبار على لسان محامي سحر بتقول أنها نقلت لمستشفى في طهران بعد إصابتها بكورونا وتدهور حالتها. أو وقتها قال المحامي كمان أنه موكلته أصيبت في رئتيها بالكامل وأنها مضطرة أنها ترقد في المستشفى للعلاج. لكن من جهة ثانية طلعت رئيسة سجن النساء في مدينة ألري وهو السجن الموجودة في سحر ونفت إصابتها بالفيروس.